حياكم الله متابعينا الاخت حموش براند لوذر، براند سعودي ايطالي تمام، بزيوت ايطاليه، زيوت النيس طبعا. عندكم الاكثر مبيعا عندنا الديزرت عود، ولبان عماني، عود ايطالي مخفف، زهره الزنجبيل واخشاب. الله حييكم، عندكم خصم خاص لكم انت يا متابعين الاخت حموش، تنورون في معرض صناع العطور في الطائف في حديقه الرمل. النوع الثاني من العطور اللي هو التوباكو ميلانو، توباكو ليذر فانيليا مكسور باخشاب خفيفه، ينفع للجنسين رجال نساء طبعا. لا حكيكم عن الثبات، وكلها عليها ضمان ذهبي، تبغوا ثبات فوحان اكثر من يومين عليكم بالعطرين هذا. وهذه نازل عليها عرض في المعرض هنا، الواحد قيمته في المتجر الالكتروني 125، مسوين عليها عرض هنا 100 ملي، اي ثلاث عطور 100 ملي ب 250 ريال. طبعا عندكم هذه عطور النيش تمام، النساء انا ارشح لكم هذا، عندكم زهور مجففه او ورود مجففه وازهار وبراعم البرتقال ونسبه ورد طائفي. الاكثر مبيعا عندنا في جده العطر هذا، حبه عليها مسك رمان ومسك بودر، هذه تنفع تستخدميها على جلود الاطفال اللي من عمر سنه، ما تسبب لهم اي حساسيه جلد ولا جيوب انفيه. عندك هذا الكوليكشن، كوليكشن جديد نزلناه اسمه الجولدن جروب، الجولدن جروب نشلناه في جده قاعه الهيلتون ما شاء الله تبارك الرحمن، طلع ترند في المبيعات. عندك التونكا والكوين والسفن سن، كل العطور اللي عندنا يونيسكس رجال ساحب، مسوين عليها تخفيضات وفيها عرض اضافي للمعرض طبعا. وكل العطور اللي ذكرت لك هي ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك في الطاوله اللي هناك في اكثر من 17 نوع معطرات شعر وفيها زيوت الارقان الطبيعيه اللي ما تقصف ولا تنشف الشعر. اخت حموش قلت لك الجولدن جروب عندنا، هذا عندك التونكا مكوناته بذور التونكا هيل امريكي واخشاب، وعندك الكوين زهره ملكه الليل طبعا معروف زيوت زهره ملكه الليل، زيوت نادره جدا جايبينها من ايطاليا تمام. وعندك السفنسن اكليل الجبل مع بخور، ينفع للدوامات الصباحيه مستشفيات، الريحه ابدا ما هي مزعجه. وعندك هذه المجموعه النسائيه اخت حموش، هذا الاكس باتشلي مكوناته باتشلي اوراق الشاه الاخضر مستكر شيء حق روقان، يجي بعده المكسكس، عندك بودر بطيخ عنبر بارد جدا، هذا لو تبغي يعني ريحه فواكه شيء صباحي فنان جدا ينفع لك. وعندك اخر واحد البي اي بي روز اللي هو توت العليق ياسمين وازهار، هذه كلها مجموعه نسائيه عليها خصم 50% وعرض اضافي لزوار المعرض.